اول شغله انا انت اصوت اخاف ضوجتك. لا بالعكس، فتدري شنو اني احسن حلاق بالعراق. فديوم زينك، تدري من زين ذاك اليوم؟ عماد محمد اللاعب مال المنتخب وكلهم زينه، ونديم كريم وعلي بهجت. شنو شنو دخل انت على شنو تنزل؟ على الكهرباء؟ ما ادري انت شو تقول؟ انت شو تقول؟ انا عجبتني كلش، لان انت انسان مرتب، المرتب مبين. الله يخليك. مو قدامك. بس ما يحتاج زياده. لا صدق انت ما يحتاجك، بس اهم شيء عندك اللحيه، اللحيه درجه وهاي. الله يخليك. والله العظيم، فانت تحكي على الكهرباء. شلون شوف الكهرباء انت؟ الله موجود، هي تصفى. ونعم بالله. مو؟ ونعم بالله. هي تصفى. ماكو شيء يظل على وضعه، ان شاء الله للخير. ان شاء الله. ان شاء الله اي والله، فدوى لعينك. حبيبي. هلا.